درجات الرأفة في كل المواد، إيه هي درجات الرأفة وكل مادة لها درجات رأفة إيه؟ طبعا الكلام موثق ونزل من وزارة التربية والتعليم، زي ما قلت لحضراتكم، وأنا الحمد لله عضو في التعلم الناشط في وزارة التربية والتعليم، الحمد لله بنعرف الأخبار أول بأول من مصادرها، وكل المتابعين لي عارفين إن أخباري كلها بتبقى بمصداقية. كمان الضوابط الجديدة لامتحانات الثانوية العامة وامتحانات أولى وتانية ثانوي وامتحانات النقل كمان، هتعرف في الفيديو ده كل التفاصيل. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، لو عندك اي تعليق سيبهولي وانا هرد عليك ان شاء الله. نشوف الجدول الاولاني واللي خاص بالمرحلة الاعدادية. النهاية العظمى، طبعا احنا ما عندناش في اعدادي النهاية العظمى مرحلة اعدادية، من 100 عندنا 80 اللي هو العربي ليك 5 درجات، 60 اللي هو الانجليزي والرياضة ليك 5 درجات، ما عندناش مادة من 50، عندنا من 40 ليك 4 درجات. طيب دي ليه عاملين جدول رقم واحد؟ عشان لو انت راسب في مادة واحدة بس، يعني لو راسب في مادة واحدة بس ليك في العربي والإنجليزي والرياضة 5 درجات رأفة، وليك في العلوم والدراسات 4 درجات رأفة، ده بالنسبة لو أنت راسب في مادة واحدة بس. طيب يا مستر، لو أنا راسب في مادتين، طب والكلام ده ينطبق؟ ينطبق برضو على 5 و6 ابتدائي، وينطبق على أولى وتانية ثانوي. طب لو راسب في أكتر من مادة، يعني مادتين، كل مادة العربي هتاخد لها 2 درجات و2 درجات، الإنجليزي نفس الكلام، الإنجليزي والفلسفة والجغرافيا كل المواد الدراسية الباقية هتاخد 2 درجات. لكن اللي عايز أقوله لكم يعني برضو للأمانة، يعني الواحد صحح كتير ساعات بيبقى أكتر من كده، إحنا بنقول 4 درجات أو 5 درجات أو 6 درجات في المادة، لكن ساعات يعني مثلا الطالب ليه 5 درجات وساعات بيبقى محتاج 6 درجات، فإحنا بنقول يعني حرام إن الطالب يسقط على مادة، يعني يشيل السنة كلها على مادة واحدة أو درجة واحدة، فبنديله الدرجة دي. أنا بقول طبعا على المدارس اللي أنا فيها، هي بتخضع لمدير كل مدرسة ونظام الإدارة ونظام التدريس في كل مدرسة، لكن غالبا لو لينا 5 درجات وفي زيادة درجة ولا حاجة بيتم إن إحنا بنديها، وده درجات الرأفة في كل المواد. كمان وزير التربية والتعليم نزل ضوابط بالأمس، الكلام ده كان حصل في حدود الساعة 11 بالليل امبارح، واللي هي ضوابط الامتحانات. تعقد الامتحانات، أنا عاملها بسرعة، فترة صباحية 30% مقالي و70% إلكتروني، الحاجات اللي هي معروفة بقولها بسرعة خالص عشان نركز في الحاجات اللي هي مش معروفة. لجان المدارس الرسمية والخاصة تعقد فيها الامتحانات خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة فتقطع فيها في المدرسة الفترة المسائية. أنا بحاول الأخبار بس اللي هي تعتبر مكررة منزلها الوزير جديد. تتولى المدارس امتحانات المواد غير الأساسية والمستوى الرفيع غير المضافة للمجموع بلجان مؤمنة، وتقيم المدارس هذه الامتحانات، يعني المدارس دي هتصحح الامتحانات دي. كمان تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابات الخاصة بالأسئلة المقالية، يعني الأسئلة المقالية هتتصحح في المدارس، وده هيتم عن طريق كل مدرسة. كمان تتولى المدارس تشكيل لجان التقدير أوراق الإجابات، يعني هم برضو اللي هيصححوا. لكن هي كانت المفاجأة بالنسبة لنا كلنا، اللي هي احنا عارفين ان الامتحانات هيبقى مقالي وإلكتروني، لكن فوجئنا ان لو حد سقط منه الامتحان الإلكتروني هيمتحن في 3 أيام، 2 و3 و4، يوم 30 و31 و1/6، وفي ضغط حاليا من اولياء الامور وشكاوى من الطلاب ان ازاي بعد ما يخلصوا الامتحان هيستنوا 10 ايام ويمتحنوا تاني. طبعا الموضوع صعب جدا على كل اولياء الامور والطلاب، وما زالت الشكاوى مستمره، ولكن هل وزاره التربيه والتعليم هتستجيب ولا لا؟ اتمنى برضو انت تقول لي رايك هنا في القرار، ان هيتعمل امتحانات بعد 10 ايام للناس اللي هتسقط منها السيستم، وهل هم مسؤولين عن سقوط السيستم عشان يمتحنوا مره تاني؟ اتمنى انت تقول لي رايك، وشكرا لتواصلك وتواجدك بالقناه. شكرا لحضرتك.